نشر في الحساب الرسمي لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله اليوم السبت 30 من شهر آذار لسنة 2024 تغريدة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد مصطلح علم الكتاب في آيتين، الأولى قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الثانية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إلا أن هناك فرقا قد لا يلتفت إليه، فالآية الأولى عنده علم من الكتاب، أما الآية الثانية عنده علم الكتاب، فالأولى عنده جزء من علم الكتاب أو بعض من علم الكتاب، والثانية عنده كل علم الكتاب، ولا محالة أن الثاني أفضل من الأول. فإن كان الأول آصف بن برخيا أو نبي الله سليمان كما قيل، فإن الثاني أفضل منهما أكيدا، لأنه يملك كل علم الكتاب. وقد يراد من الكتاب أولا مطلق الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثانيا إنه القرآن الكريم على وجه الخصوص لأنه أفضل الكتب السماوية، ثالثا إنه اللوح المحفوظ الذي من ضمنه القرآن الكريم وفيه علم الأولين والآخرين، وهو جزء من علم الله سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي لا يظهر على كل غيبه أحدا، لكنه تعالى يهب من علمه وغيبه لمن يشاء، وفوق كل ذي علم عليم. أما من هو الذي عنده علم الكتاب، أي كل علم الكتاب، سواء الكتب السماوية أو القرآن الكريم أو اللوح المحفوظ، فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: يا سلمان، أما قرأت قول الله عز وجل حيث يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ فقلت: بلى يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: أنا ذلك المرتضى من الرسول الذي أظهره الله عز وجل على غيبه، أنا العالم الرباني، أنا الذي هون الله علي الشدائد فطوى له البعيد. قال سلمان رضي الله عنه: فسمعت صائحا يصيح في السماء أسمع الصوت ولا أرى الشخص، وهو يقول: صدقت، أنت الصادق المصدق صلوات الله عليك. كما وورد عنه: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما زقني رسول الله صلى الله عليه وآله زقا زقا، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. وكذا قال بعد إخباره لحوادث آتية، فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعالي بأن يعيه صدري وتقطم عليه جوانحي. فالسلام على من يعلم علم الكتاب، ورحمة الله وبركاته. مقتدى الصدر.